شلوم لخم. قاعدين نحن قبل بيومين ثلاثة من رش حودش ايلول اللي أكيد كل واحد مننا بحب إنه يهير ويهيئ حاله ليوم رش الشنا رأس السنة، ومنتأمل لحنا من القدوش برخو إنه يحكم كل عام إسرائيل لحيين طبيب الشلوم. بس بهالنقطة هي الواحد بتحير وبيسأل حاله كتير سؤالات، شو لازم أساوي؟ بشو لازم أتحسن؟ حتى لو تحسنت وساويت ما لح أحسن أو في الدين تبعي قدامك قدوش برخو ربنا عالمين. ومشان الشي نحن اليوم بعزرات الشام بدنا نقول شغلة بسيطة كتير اللي واحد بيحسن يساويها ما لها تعب كتير، ومن ناحية تانية المربح اللي موجود فيها مربح كبير كتير. الجمرة بتقول إنه الكربان تبع يوم رش حودش راس الشهر المعالاة والأهمية تبعه أكثر من المعالاة تبع الكربان تبع يوم الشبات يوم السبت. وهون ما عم نفهم ليش كل الأد له أهمية الكربان تبع رش حودش وأهم من الكربان تبع يوم الشبات. ومو بس هيك، إذا نحن نتطلع بالعياد كلها بخلال السنة اللي احنا منعيد فيها والكربانات اللي موجودين فيهم وقت عنا بيت المقدس، كل عيد وعيد وكربان وكربان له سبب. البيسح انه اكدش برخو طلعنا من مصر، سكوت انه اكدش برخو دافع علينا بالسكوت بمدبار، شابوعوت انه اكدش برخو اعطانا التوراة، وهيك كمان بايام الزعل تبعنا يمي بين المصاريم وتشعب اب اللي احنا بنزعل انه اكدش برخو اخذ بيت المقدس مننا، وهيك كمان بيوم الشبات انه نحن بنرتاح بيوم الشبات انه مآمنين فيك ربنا عالمين انه انت خلقت هالدنيا هي بست ايام وانت ارتحت بيوم الشبات، ومشان شي نحن كمان بنحفظ يوم الشبات. بس رش حودش ما له جنس السبب، ما عم نفهم شو فيه رش حودش انه نجيب له قربان، ومو بس هيك انه هو الأهمية تبعه اكثر من يوم الشبات. حخامين بيجيبوا انه رش حودش راس الشهر ايمتى بيجي؟ وقت في عتمه بالعلام حوشخ ما في ضوء القمر منوب بالسماء، بيجي رش حودش وانت بتجيب فيه قربان. ليش؟ مشان هون التوراة عم تقلك انه وقت انت عم تجيب قربان برش حودش انت عم تفرجي لك قدوش برخو انه انت مختار بالديره خطوب بالطريق المنيح بالطريق الصح. وقت أنا عم أجيب كربان برش حودش وأفله فيه عتمة بالعلام وأنا المتصاف تبعي أفله الشيء اللي أنا قاعد فيه كمان عتمة، بس عم أجيب له لقدش برخو كربان برأس الشهر إنه عم أقله إنه أنا عم أختار بالمنيح. وقت قدش برخو عم يشوف إنه أنا بختار بالمنيح ولو ما ساويت لسه ولا شغلة منيحة والكربان ما له ولا سبب ولا تشكر لقدش برخو، بس شو فيه؟ فيه انه انا عم اختار المنيح. وقت انت عم تختار المنيح كل شي منيح بحسن يصير بعد هالاختيار هاد. ومشان الشي رش حودش والقربان تبعه هو اهم من كل القربانات وكمان تبع من يوم الشبات. هالشي هاد بنشوفه وقت موشي ربينه ببراشات الشبوع عم يقلن لعام اسرائيل قبل ما انتو تكونوا فايتين لإيرس اسرائيل، رأي انوخي نوتين لفنيخيم هيوم برخا وكلالا. شوف اطلع فكر انه انت هلا قاعد بين برخا لبين كلالا، بين الحوشخ اللي قبل رش حودش لبين الضو والبرخا اللي قاعدة من رش حودش بهال اوقات انت عم تختار المنيح. عم يقول باسو اتها بيرخا اشير تشمعو المصفوت الشام الو كخيم، انه البيرخا امتان وقت لحنا نسمع لوصايا ربنا عالمين. بس بالكلالا بالمسبات برمنان هكادوش برخو عم يقول بهالكلالا ام لو تشمعو اذا ما بتكون تسمعو، ومو بس هيك بسرتين من هالدارخ انه رحتوا من طريق المنيح للطريق الغلط ورحتوا كمان برمنان وأحري إلهيم أحريم لعبودا زرا. ليش بالبرخاء ما عم يقول إنه البرخاء إنه لحنا بدنا نسمع الوصايا وننفذهم، بس بالكلالا عم يقول إنه لحنا ما بدنا نسمع الوصايا برمنان
وكمان عم ننفذ الشيء العاطل، الشيء الغلط اللي التوراة ما بدها فيهم، بس بالبراخاء ما عم نذكر الشيء المنيح اللي احنا عم ننفذه. مشان هون هاليسود هذا اللي احنا عم نقوله، انه التوراة عم تقلنا انه البراخاء بتعرف امتى بتجي لعندك؟ البراخاء هي بس وقت انت بدك تسمع الوصايا تبع ربنا العالمين، وقت انت بدك تختار انه تروح بدرخ الطوب، وقتها عندك براخاء. افيلو انت ما حسنت تساوي المصفوت، انت ردت انه تساوي المصفوت، بدك تساوي، بدك تروح بالطريق المنيح. هالشغلة هي وهالراتسون هاد، هالاختيار هاد اللي انت بتبحار بالطوب، هاد هو الشيء اللي قدش برخو بده منك، ومنه بتجي البراخة. افيلو ولو انت لسه ما لحقت تساوي المصفوت. حخام بنكوس وقت راح ليشيفات مير عم يطلع بهالباب هاد اللي عم ينفتح ويتسكر، يروح ويجي، هندن والزلم فايتين وطالعين، وعم يقول لحاله تقريبا بهاليشيفا هي ما شاء الله في 3000 زلمة كبار وصغار، أبرخيم وبحوري شيفوت اللي فايتين وطالعين بهالباب. إذا بدنا نحسب ونشوف كل زلمة وزلمة تقريبا بخلال اليوم بيروح وبيفوت وبيطلع 5 مرات، يعني إذا بدنا نحسب على الباب، بيمشي بهالروحة وجاية اللي بينفتح وبتسكر 15000 كيلومتر باليوم على المقلي إذا مو أكتر. بس عم نشوف إنه الباب واقف مطرحه ما عم بيتقدم، ليش؟ مشان هالحديدة هي اللي واقفة على جنب الباب هي اللي عم تخليه يوقف وما يتقدم أكتر. هيك كمان الإنسان، كل شيء بيخلص وبيبلش براسه. نحن منشوف كتير زلم بيقولوا عليهم هاد الزلمة عصيان، هاد الزلمة واقف وما عم يتقدم، ليش؟ مشان هو اختار انه يكون مثل اخريت الحودش، اخر الشهر اللي هو حوشخ وعتمه وما بده يتقدم اكثر. بس وقت هو بيريد وبيختار بالمنيح وبيجيب هالقربان هاد برش حودش، افلو ولو لسه ما ساوى بهالشهر ولا شي منيح، ما ساوى ولا مصفاه، هالقربان هاد بنحسب له أكتر وأهميته والمعالاة تبعه أكتر من القربان تبع يوم الشبات. ليش؟ مشان وقت أنا بختار أنه أروح بالدير الخطوب بالطريق المنيح كل شي بيصير عندي منيح. وهيك كمان برش حودش إلول هبا علينا ونشالهم، والواحد ما لازم يسأل كتير سؤالات، شو بدي أساوي، بشو بدي أتحسن، وشو ما ساويت وشو ما قلت، ما لح أحسن أو في الدين تبعي. لا، بتحسن انت تختار بالمنيح. وقت واحد بيختار بالمنيح برش حودش كل شيء بيصير عنده اسهل. وقت انا بختار المنيح بروح على الشغل ما بحسن العب على الزبونات، وقت انا بختار بالمنيح ما بحسن احكي على الزلم ورا ظهرهم، ما بحسن ابزيهم للزلم. وكمان هيك الواحد كل شيء بيكون عنده شيء دارخ طوب والبراخة بتكون عنده. مشان هيك كمان موشي ربنا عم يقلنا قبل ما انتم فايتين على ارض اسرائيل، رأيه طلع فكر انه اذا بتختار الدارخ الطوب الطريق المنيح كبار البراخة عندك، ولو لسه ما لحقت انه تساوي المصفوط. مشان وقت اخترت المنيح هكذاش برخو بيعطيك براخة. وهيك كمان المدراش عم يقول على موشي ربنا، رأيه أنوخي، اطلعوا وشوفوا علي أنا موشي ربينو، إنه كل المعالوت تبعي اللي وصلت لهم مشان أنا بس بحارتي بدرخ الطوب، بس اخترت الطريق المنيح. أكيد ساويت كثير شغلات مناح، بس أنا ما عم افتخر بهالشي، إلا أنا عم افتخر إنه أنا بحارتي بدرخ الطوب، اخترت الطريق المنيح. ومشان الشي بهزرات الشيم وقت لحنا منختار الدير خطوب بيجي علينا روشنا وبيحتوم أوتان وكدوش برخو بيوم كبور لحايم طوبيم ورشالوم، وبخلص بالبراخاي اللي بابا على بالشالوم كان يقول لكلنا بخول هبراخوت هالطوبوت يحولوا على روشيخيم. أمين.